ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. النهارده ماما جايه من السعوديه، واخيرا بجد اخيرا، هو كان اسبوع بس انا حاسه بجد انه اكنه شهر، بس الحمد لله ماما جايه النهارده. المهم هننزل نشوف بقى هنجيب ايه، وممكن اطبخ لماما لازانيا، ممكن اطبخ لها حاجه يعني من اللي بعرف اعملها. فهشوف انا هنزل اجيب ايه واشوف المشتريات واللي انا هجيبها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه فكرت فيها ان انا اجيب لها الكانيلوني، المكونه الكانيلوني دي، يعني عشان تقريبا هما ما جربوهاش ولا مره، فانا اعمل لهم الجديد بقى عشان يجوا يلاقوا حاجات جديده مش حاجات تقليديه زي كل مره. وجبت بقى كل المكونات، وجبت اللبن، وجبت بصل، ووقفنا عند الطماطم. وانا وابراهيم مش عارفين الطماطم دي حلوه ولا لا. الطماطم مش حلوه؟ ما هي حلوه ولا مش حلوه؟ ما بفهمش فيهم والله. ولا انا جيب حد يفهم ولا ايه؟ حد فينا يفهم؟ مش حد ايه هذا. خلاص خلصنا، جبنا كل حاجة محتاجينها، نجري بقى على البيت. بصوا يا جماعة، احنا جينا دلوقتي البيت، وحياة ربنا حرفيا بقالي ساعة انا وابراهيم بنحاول نفتح في الباب. بصوا ايدي، بصي انا ايدي عملت ازاي بجد، كل ده واحنا بنحاول نفسخ حتى الباب مش عارفين نفسخه. شوفي والله العظيم ما باينه. ونانو في غيبوبة. لا معلش عادي يعني عادي. انتي بجد كنت نايمة؟ اه والله. لا ما هو باين على وشك، باين. اتفضلي حتى شوفي جبت لك ايه وانا جاية. شاورما. وجبت بقى الزواق لماما، دلوقتي هنزوق كل حاجة. جبت المكونات واللحمة المفرومة واللازانيا. انا بقى بعد ما جبت المشتريات دي كلها اكتشفت ان انا نسيت ان انا عايزة اجيب لازانيا، فروحت جبت لازانيا. فيلا بقى هنعمل بينا كل ده. اول حاجه بقى طبعا هنعملها ان احنا هنعصر اللحمه المفرومه، لان احنا هنزود لحمه مفرومه، لان احنا هنعملها على اثنين. هعمل لازانيا وهعمل مكرونه كانيلوني، فانا هعمل كله مع بعضه، اللحمه هي واحده يعني. والبشاميل كذلك، جبت نوعين من صوص البشاميل. انا مش عارفه انا كده بعك ولا ايه، بس والله في الاخر طلعت جامده. انا عملت اتنين مع بعض على اتنين ريت اللبن. اول بقى طبقه بعملها طبعا من البشاميل، وبعد كده دي المكرونه اللي انا استخدمتها للكانيلوني، بحشيها من جوه اللحمه المفرومه وبرصها بقى. وبعدين لقيت المعلقه الصغيره دي مش نافعه معايا، ومش بتحشي كويس، ومش مش اللي هو اللي انا عايزاه يعني. فلبست جوانتي طبعا يعني، وبدات احشي بايدي، بجد احلى واريح بكتير. حتى والحمد لله خلصت رصها، وهضيف عليها بقى صوص البشاميل. ولازم بقى نغرقها جبنه موتزاريلا او اي جبن عندكم، جبنه شيدر، جبنه رومي، تركي، اي حاجه. انا حطيت جبنه موتزاريلا، وحطيت من فوق كده اللي هي الجبنه الرومي والجبنه الشيدر اتنين مع بعض. وهكون مسخنه الفرن قبلها، وادخلها على درجه حراره 180 نص ساعه من تحت بس. وعشان نعمل اللازانيا بقى، جبت شوربه خضروات او شوربه فطر، ونحطها على ريت الميه ونضيفها على اللحمه عشان تخلي اللازانيا تبقى جوسي شويه، وحتى هي كانت تستوى اسرع. بجد بتبقى حلوه، جربوها كده. انا علمتها لكم اصلا في فيديو قبل كده. المهم خلصنا بقى كل حاجه، وهبدا بقى ارص اللازانيا طبقه طبقه. طبقه بشاميل، وطبقه لحمه، وطبقه لازانيا، وطبقه جبن، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي حاجه. طبعا بعد كده رصها فوق بعض، ضفت بقى البشاميل، صوص البشاميل في الاخر، والجبن من فوق، وندخلها الفرن. وفي الوقت ده هكون بعمل رز البسماتي على النار، وكل ورا بعضه كده مفيش وقت. هنخلص ده نخش على الكيكه على طول عشان نعملها احلى تورتيه في الدنيا. طبعا اول ما حسها معايا ماسكه نفسها كده شويه، ضفت عليها شويه لبن وخلطتها، وكانت حلوه جدا. دخلتها بقى الفرن، وطلعت من الفرن وكانت ريحتها قلب البيت كله. وطبعا زي ما انا قلت لكم ان احنا هنعملها تورته، فاهم حاجه هنقسمها من النص عشان نحشيها من جوه كريم شانتيه. بصوا بقى احلى طريقه تعملوا بها الكريم شانتيه عشان يطلع معاكم قوامه كريمي وحلو كده، بتضيفوا كوبايه كريم شانتيه وزيها كوبايه سكر، واهم حاجه كوبايه ميه متلجه، هيطلع معاكم تحفه بجد. وتفضلوا تضربوا كتير بقى لحد ما يوصل معاكم القوام ده، وان شاء الله تظبط معاكم. بعد ما خلصنا هنحشيها من نص الكريم شانتيه، واحط عليها طبقه الكيكه التانيه، وهحشيها بقى كلها من بره، اغرقها كريم شانتيه كلها من بره يعني. وطبعا انا بخلص ومستعجله وورايا حاجات كتير قوي. بص اخواتي بيعملوا ايه. صبرني يا رب، اقسم بالله انك صبرني. والله يا رب. وطبعا بقى لما انا لقيتهم كده قاعدين فاضيين مش بيعملوا حاجه وبيلعبوا بالبلالين، اديت نانو البالونه اللي انا جبتها دي، بجد كان شكلها حلو قوي. خليتهم هما بقى ينفخوا البلالين على ما انا بطبخ وبخلص اي حاجه اليوم وهم قاعدين.
ودي نانو هي عماله تجيب البالونه يمين وشمال ومش قادره تظبط معاها بجميع الطرق، بس الحمد لله واخيرا ظبطت الحمد لله. كانت نانو فرحانه بيها جدا، بس يا فرحه ما تمت، احنا شلناها وفكناها وعملنا حاجات تانية خالص. المهم دي الستاره اللي انا كنت مختارها، انا اخترتها بيضه بس انا ما كنتش اعرف ان هي مش هتبان، هي ما بانتش قوي للاسف، بس هي عندها شكل حلو. واخترت البلالين تبقى لونها ازرق وازرق فاتح وشفاف ابيض يعني. وطبعا ده وانا واقفه مع امير بديله الاشارات بتاعتي عشان هو يعمل زي ما انا عايز بالظبط. وبعدين بقى هنا مش عارفه حرف ال ان ايه اللي حصل له بجد يعني، انا كنت جايبه شكله حلو قوي بس باظ. المهم احنا ظبطناهم يعني. وبعد ما خلصت بقى خليت نانو وامير يعملوا البيت كويس يروقوه يعني وكده. امير كان بيعلق البلالين ونانو بتلف في الشقه اي حاجه بترتبها وكده، لان كانت خلاص ماما على وصول بقى. والحمد لله كده كنا قربنا نخلص كل حاجه من قبل ما امير يعمل الحركه دي. مش عارفه هو ايه الصدمه اللي حصلت له دي، بس نكمل ولا اكن اي حاجه حصلت. بيلعب كوره، مفكر نفسه في الملعب دلوقتي. وهنا خلاص بقى كنت انا بحضر الاكل لان كنا خلصنا كل حاجه. وشوفوا الرز كان طلع مفلفل ازاي وكان حلو قوي. وعملت انا بقى استريبسو وبتعمل اير فراير، حطيتها في شيبسي، كان الشيبسي حار والاستريبس حار، بجد كانوا جامدين قوي مع بعض. وعملت بقى البطاطس بالشكل ده عشان اجيب الفرخه واحطها في النص. وكنت طلعت بقى الكانيلوني من الفرن، وكانت في اللحظه دي كانت ما بتخبط وانا كنتش لسه خلصت. الحمد لله انا كنت خلصت كل حاجه، كنت يدوب بس بزود الحاجات اللي هي التكات والحركات اللي هو البيبسي والرمان والسلطات بقى والعيش والكلام ده، كنت عملته بقى بسرعه جدا لان خلاص كانت ماما لاخرها. وده شمع كنت جايباه باللون الازرق نفسه لون البلالين. قولوا رايكم بقى في التورتايه دي، بجد انا تعبت فيها تعب وزينتها وكانت بجد طعمها تحفه تحفه بجد. شباب في التصوير اللي عندي عهده؟ لا يا راجل يا خلاص حبيبتي يا نادين، ربنا يخليك ليا. امك نادين طبخه احلى من طبخي. نادين طبخه احلى احلى من طبخي. طبخه بس بقى، هي بتقول الحقيقه. قلت لي ما اسمعوش الكلام. لابسه هدومي الاسبوع كله قفل حجابي وسرقه هدومي وسرقه حاجتي وسرقه يا ستي انت ضحكتي. ايش مستنيه رده الفعل دي؟ بتركب الموتوسيكل مع اصحابك ليه؟ قلت 100 مره ما تركبش موتوسيكل مع اصحابك. خلاص يبقى حد مش سامع حد كده. خلاص يا ماما. الرز بتاعك انت اللي عامله رز؟ كان رز انا اللي عامله، بس مش عارفه بس حاسه مش حلو قوي. نعم بجد قول والله. يبقى جاهز ولا ايه؟ والله انا جاهز ولا ايه؟ وحياة ربنا انا اللي عاملاها. ما انا مش بقى البسماتي اللي ما هو بسماتي. الف هنا دوق بس كده، قولي رايك في اللزانيا. اكل؟ قول. فظيعة جحدة دي جحدة والله ما تتحرمش مني بجد. الاكل يعني فظيع يعني. ايه حلوه؟ يا واحدة احسن من التورتايه اللي هي ازرق بجد؟ يا بنت الحلاوه ده ايه؟ عملتها ازاي؟ انا انزل ادوق العيله بتاعتي. اعمل لهم واحده كامله ليهم. لا انا عايز دي. عايز اغزهم. ماشي. استنى ماشي. هو اكلها احلى من المطاعم؟ صح؟ والله انت عمرك في حياتك اكلت في مطاعم لزانيا؟ لا صح مني.
احلى من بشاميل. انت بقى حكمت بشاميل اللي احلى من المطاعم يا جذابه. انت بشاميل انا بقول الحقيقه ما مش له هنيه ايه اللي وحشه والله انت متغاظه منها ولا ايه؟ ها تعالى يا دعان اكلها وحش. خليها تنفعك اكلها وحش. خليها تنفعك. انا بطني وجعتني بقى كده. جيب حاجه حلوه. جيب حاجه حلوه. ناخد بس الرز اللي معاه والمكسرات. طب وين؟ طب قول لي الصراحه هنا اكل مين؟ الصراحه اكلك محدش بيعمل شو. متاكد؟ مش هتغير؟ يعني انت بتبان عشان اتفق معايا بس شويه مكسرات تبان عشانهم؟ مش هتاكل معايا؟ هتجيب لي شويه؟ لا لو هتجيب لي شويه هقول لها انت اكلك ايه؟ هقول لها انا اكلها احلى. ناكل المكسرات دي وبعد كده. لا دي جايبه مكسرات فعلا. لا لا ما لا اكلها حلو. اكلها وحش. وحش ولا لا؟ انا اكلي وحش. خدي بس الاكل وحش. خليتها تقوم والنبي لو حد قلت ربطه. اكلها وحش. ما عادش اكلها الا من ايدك بس. وحياه ربنا بتاع مصلحته. مش هاكلها اللي من ايدك بعدين. غير رايه في اكلك عشان حبه قلت ولا هتدوقه. والله انت بتاع مصلحتك. يلا ما عليكش كلام. طب بتجيبي لي حاجه صح؟ لا شكلك يعني لا هجيبك ان شاء الله. يا ابني متغاظه. هي متغاظه. لا متغاظه. اكل امك ما فيش حد بيعمل شبه. ازاي يعني؟ بجد يعني. بس هات المكسرات كده. تتبيعني عشان شويه مكسرات؟ بقول كده بس لما اخد المكسرات. رد عليا. اكل احلى ولا اكلها؟ اكلك طبعا. اكل احلى ولا اكلها؟ انا مستني ادوق اكلك من زمان. سمعت؟ من زمان. لا اقول لها اكلك وحش. اكلك وحش. بعتيش اكلك وحش. خدت المكسرات اهو. جامد. بامانه؟ مش عارف اكل معاك.